Yağmurlar dalımdan alsa, savursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile, dimdik dursa, Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar delen misali bunun sebebi halimi, dimdik dursam yine bir Elif gibi. نعم أختي. أنا جيت شوف الشيخ كمال. بابا هي قصده أنت. وأنا من أين تشيخ؟ ليش مو حضرتك بتكون قرايب السيد فريد؟ إيه؟ هو قلنا هداك اليوم إنه الشيخ كمال حفيد الشيخ توفيق ببيته، وأنا جيت لحتى أشوفك. ايه مزبوط، في جده لجد جدي واحد منهم كان شيخ كبير. ها؟ وقال انه مسلمك المشيخة. شو مسلمني؟ يعني انتقلت لك القوة الروحانية يلي عنده لإلك انت، طبعا لأنك حفيده. بصراحة شيخي انا مشكلتي كتير كبيرة، ما ضل باب ما دقيته ولا دكتور ما رحت لعنده، وما ضل قدامي غير بركاتك. انت شو عم تحكي؟ استغفر الله، شو مشيخة وقوة روحانية؟ يلا فوتي شيخي، رح أعطيك اللي بدك إياه، بس انت حل لي مشكلتي. في هيك شيء؟ يعني من صغري عندي قوة روحانية وهي وراثة عن جدي الشيخ. بنتي يلا لشوف، فوتي جيبي المصحف وخليني اقرا لها شوية آيات قرآنية، يعني طالما متعذبة وجاي أنا رح ساعدها. طبعا لوجه الله. تفضلي تفضلي تفضلي، أهلي وسهلين. هذا أكل الطعم، المرأة قدرت تقنع الرجال. طيب يلا اتصل. رنا حبيبتي، انت خفت اليوم شي؟ لا بالعكس، فرحت كتير. قبل ما اسكر عيوني صرت فكر ببنتي. بكفي، انسي هالماضي بقى. قلت اذا بموت بتخلص هالحسرة وبروح لعند بنتي. رنا انا بترجاكي لا تحكي هيك، انت عم تزعليني كتير بهالحكي. حبيبتي عن إذنك. ألو، المرة فاتت على البيت وعم تحكي مع كمال. ماشي بكفي بقى، لا تخلوا الزلمة يشتلق عليكم، ونحن رح نخليه يصدق ويشوف حاله. بدنا نستأذن منكم سيدي. إذنكم معكم، بس حابب أنصح الشباب نصيحة صغيرة، لا تخلوا يلي صار يضايقكم ويأثر فيكم. وطبعاً نحن على موعدنا بعطلة الأسبوع منعمل الخطبة، وهيك مننبسط ومنفرح شوي، مو هيك؟ ها؟ الله يوفقكم على القليل، بس اسعفوا الست رنا،
رح تموت ايديها مثل التلج. شيلي ايدك الوسخية عني. هي البنت بكل مكان وكأنه ما في غيرها طالبة بالجامعة. سهيل، هذا هو القدر؟ كيف؟ كل مرة أنا والدكتورة رنا منتواجه بنفس المكان. لو شفتيها بعدت إيدها عني وقالت لي لا تلمسيني، وأنا اللي أنقذتها. والله العظيم أنا على طول بتجنبها، بس أي شي بيصير بتلاقيني دائماً. نحن التنتين عم نتواجه سوا. ما بعتقد إنها رح تزعجك بعد هلأ، صارت مديونة لإلك لأنك أنقذتيها. بتعرفي شغلة؟ بالحقيقة أنا مديونة إلها. وليش؟ بصراحة ما كنت واثقة إني رح صير دكتورة، بس أنا بفضل رجعت أوثق بحالي من جديد. معناتها خدي لها باقة ورد وروحي تشكريها. عن جد ما عم بقدر صدقك. بابا، في مجال أخذ السيارة؟ ليش؟ بتعرف اليوم كان صعب، حابب اتفتل وغير جو. اي نزار، اعطيه مفاتيح السيارة، الولد معه حق، خليه يغير جو. طيب خد لشوف، طلع فيني. لا تكون رايح تتفتل وتغير جو حوالي سكن البنات. نزار بكفي بقى، اليوم عزيز زاد حاله بالخطر كرمال سهام، وبعدين خطبتهم بعطلة الأسبوع. برأيي ما في داعي تحكي هيك حكي. أنا حكيت هالحكي بس منشان ذكره. قليل اللي تحملناه لنظبط الوضع، وأكيد ما بدنا الوضع يرجع يتلخبط ونخسر كل شي صلحناه. مو هيك عزيز؟ لا تاكل هم بابا، أنا عند كلمتي. طيب يلا خود لشوف. خلينا نفوت لجوا. الله يكتر خيرك، ان شاء الله ما بيضيع تعبك. الله يرضى عليك يا اختي، يلا ان شاء الله ابنك رح يتعافى. تصبحوا على خير. لاقي الخير. بابا شو كان هاد؟ سيدنا الخضر يا بنتي، بس الواحد يوقع سيدنا الخضر بنقزه. دخيل اسمك يا ربي، شفتي كيف لحقني بآخر لحظة؟ ألف حمد وشكر، والله أجوني هالمصاري بوقته. شو صار معك؟ الزلمة بس شاف المصاري صدق إنه شيخ، أركم آية ودعاء وبعتني. بكرة رح ترجعي لعنده وبتقولي إنه الولد تعافى، وبعدين بتخبري كل جيرانك وقرايبينك عنه، وبتقلي لهم هالشيخ مبروك. ماشي. مين انت ولا؟ عزيزي اتركوا، هذا زميلنا بالجامعة. هذا بيكون ضياء، زميلنا بالجامعة. انت شو بدك؟ شو عم تعمل هون؟ طبعا لحتى انقذ إليف. ليش شو بتكلها لإليف انت؟ انت يلي شو بتكلها؟ ليكون هذا حبيبه.
مو معقول، مستحيل. طيب شو عم يعمل هون بهيك وقت وعلى طول عم يلاحقها؟ ولك هذا ليش فات لجوا؟ قال عمل بطولات اليوم. حاولنا نعمل كم شغلة مشان نكسب ثقة البنات وما يشكوا فينا. زراب، مين هالشاب بنتي؟ زميلنا المسؤول عن الجمعية ضياء. آه، الشاب يلي جاب البنات على السكن. خالي عدلية المسؤولة عن سكننا القديم، رح تبقى معنا ليطلع عمو إبراهيم بخير وسلامة. البنات قالوا لي إجي فما كسرت بخاطره، إن شاء الله ما في مشكلة إذا ضليت هون. أستغفر الله، مكانك فوق راسنا، فيك تضلي قد ما بدك، بعدين هيك منيح لنا كمان، لأنه نحن بحاجة لإلك. صحيح، يا ترى أنتو ناقصكن شي؟ لا يا ابني، يسلم ويكتر خيرك ويوفقك. كيف إليف؟ منيحة، نايمة فوق. أنا كنت قلقان عليها وحبيت أطمن إذا هي منيحة. خير إن شاء الله. مين هاد؟ أنت شو لك شغل هون؟ أصلاً أنت شو لك شغل هون؟ هذا سكن بنات. هيك لكان، أصلاً أول ما شفتك عرفت أنه مانك رجال. شو عم تحكي ولك؟ والله بموتك. اسكت ولك. إليف، شو عم بيصير؟ ما عاد بدي شوفك حوالين إليف، عم تفهم؟ مو صوت عزيز؟ مين أنت لتحاسبني؟ هذا السكن إلنا. وكمان صوت ضياء. خلاص لك، خلصنا بقى أنت وياه، رح تخوفوا البنات هيك، بكفي بقى. يلا أنت روح من هون لشوف. بالأول يروح هاد. ومين أنت لتقلي يروح؟ ها؟ عزيز، أنت ليش جاية؟ شو لك شغل بالسكن؟ ما تواخذيني، الظاهر إني زعجتكن. خالي عدلية بتسمحي لي بس أطلع دقيقة؟ تعال معي لشوف. لك شو انت عم تجذبها يعني؟ شو قصتك؟ انا كم مرة قلت لك لا تجي لهون؟ انا ما اجيت هيك على الفاضي. لكن ليش اجيت؟ اجيت لحتى اتشكرك. تتشكرني عشو؟ مثلا لانك انقذتي سترنا ولانك فتحتي الباب. شو بيعرفني؟ إذا في حدا لازم يتشكرني فهي الست رنا، أنت ما دخلك فيني. وهلا روح من هون. ما رح روح لحتى يطلع هداك. هو المسؤول عن جمعيتنا، فهمت؟ عندكم جمعية كمان؟ عنا. نحن في عنا جمعية وفي عنا سكن. وأنت عندك خطبة بعطلة الأسبوع. الظاهر نسيان. وبدل ما تتفتل هون وهنيك بلش بالتحضيرات، بعدين صدقني خطيبتك أولى مني. طيب صار لازم روح، وانتو اقفلوا الباب ولا تفتحوا لحدا، ماشي؟ إليف منلتقي بكرة بالجامعة. سمعت البنت؟ وانت كمان سمعتني؟ معناها منتواجه يا حلو، انت ما رح تخلص مني. الحمد لله هدول راح. عشو عم يتقاتلوا عليها؟ ما فهمت سراب. أنا كنت عم قول على طول المصايب بتلحق هالبنت، معقولة تكون محسودة؟ طبعا يا بنتي، أكيد العين عليها، لو نلاقي حدا يقرأ عليها مشان الحسد. خالي عدلية أنت قري عليها. بنتي فيني يقرأ عليها، بس إذا بيقرأ لها شي شيخ مبروك بيكون أحسن.
ولك إلهام، ولك إلهام يا مرا. شو بدي أقول لك؟ أمي عزماناتها مو كانت على طول تحكي لك إنه كان عنا جد اسمه الشيخ توفيق، مزبوط؟ إيه. هالشيخ كان شيخ حقيقي؟ هيك أمك كانت تقول، وقال كان كتير محبوب بالضيعة. شو ذكرك بهالشغلة؟ لا لا مو مشان شي، بس قلتك إذا جدي كان شيخ معناها أنا شيخ، مزبوط؟ مو لتكون بني آدم لحتى تكون شيخ وتنفع الناس. لك ليش أنا شو مقصر على بيتي؟ بعدين أنت يلي جنيتي وطاروا عقلاتي. كمال إليف طارت من هون، كمال إليف نادتني من هنيك، كمال إليف مرقت من قدامي هلا. بسيطة، منصير شيخ ليش لا؟ أنا حامل نفس الدم، معناها لكان أنا شيخ مثل جدي، وطبيعي يكون ورثت القوة الروحانية، وبتكون انتقلت مشيخة من جدي توفيق لإلي أنا. بس ما كنت منتبه على هالشي. طبعاً نحن عنا دم واحد، وإذا كانوا أجدادي شو معناها أنا شيخ كمان. أي والله، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلين وسهلين يا بنات. أهلين فيك عمي إبراهيم. أنتو كيفكن؟ خير، كأنه صاير معكن مشكلة. بس الحمد لله انحلت. إيه الحمد لله. كيف الست رنا؟ والله منيحة بفضل إليف يلي أنقذتها. ضربوها بالسكين بس إليف قطبت لها جرحة. عن جد يلي عم اسمعه؟ ما كان في قدامي حل تاني. الحمد لله الله واقف جنبي. ايه ألف الحمد لله. بس حتى ما تنازلت انها تقلها شكرا. هالشي مو مهم يا بنتي. بنتي إليف أنا بتشكرك عنها. عمي إبراهيم لسه في شغلة تانية. سهيلة اصحي. ايه الست رنا كانت عم تهلوس باسمك. وكمان ببنتك. قلتي بنتي؟ سهيلة. شلون يعني؟ ما بعرف، صارت تهدس لما كانت فاقدة الوعي. في الأول كانت عم تهدس باسمك، وبعدين قالت صار عنا بنت إبراهيم. نحنا صار عنا بنت؟ شو هالحكي؟ نحنا صار عنا بنت؟ انتي ليش قمتي من فرشتك؟ كتير داخل إمرت أخي، ما قدرت نام. ماشي تعالي قعدي هون وبعدين بترجعي على فرشتك. على مهلك. يسلم. استني لحط مخدة ورا ظهرك. بنتي فيكي تفتحي الباب من عندك؟ الحمد لله على السلامة ست رنا. أهلين وسهلين. أهلين فيكي. الله يسلمك. كتير فرحت لأني شفتك بخير. بتشكرك كلك ذوق. العفو منك حبيبتي. هاتي الباقة لحطها بالفازة. يسلم. تشربوا قهوة ما هيك؟ منشرب. شكرا ليلك. قال واحدة من طالبات الجامعة أنقذت حياتك، مزبوط هذا الحكي؟ ايه والله
وهذا هو الشيء اللي زعجني. طلبت إنه هالخبر ما ينتشر بالصحافة، وبتمنى بتتفهم الموضوع، لأنه أنا ما بدي أي حدا من أساتذة الجامعة يعرف. بس حضرتك لازم تفتخري بهالشيء مو تزعلي، وحتى برأيي المفروض تقدمي هدية وشكر كبير لهي الطالبة. بس هي واحدة من الطالبات يلي ما قبلنا نسجلهم لأنها محجبة. فكر شو ممكن يصير إذا انتشر هالخبر. رح يقولوا الطالبة يلي ما سجلتوها هي يلي أنقذت حياتك ومن هالحكي، والله أعلم شو كمان. معك حق، صحيح هو موقف إنساني، بس بالجانب السياسي ممكن نفهم غلط. لا تاكلي هم بنوب، ما حدا رح يعرف بهالشي. هيك أحسن، وبس تصح لي فرصة بروح وبتشكرها. حضرة المدير، لو سمحت، هذا الشي من حقي، وتأكد منيح أنا بعرف كل حقوقي أكثر من أي محكوم. كتير ضروري أعمل هالاتصال، لو سمحت لازم تسمح لي أتصل. شو القصة؟ أنا قبل شوي أخبرت بشغلة مهمة، احتمال يكون عندي بنت. بدي استأذن من حضرتك. بترجاكي خليكي مرتاحة. يا عبشوم شو هالحكي؟ لسه بكير، ليش رايح دغري؟ زيارة المريض بتكون قصيرة، مرة تانية الحمد لله على السلامة، وما تستعجل كتير مشان ترجعي على الدوام، لازم ترتاحي منيح. أنا واثقة إنك رح تتفهم الموضوع يلي حكينا. أكيد ما تاكليها. تفضل، أنا رح وصلك على الباب. ألو؟ هلأ لو كان في عنا بنت، أنت شو كنتي سميتيها رنا؟ إبراهيم؟ مزبوط هالحكي؟ هلأ نحنا صار عنا بنت شي؟ وأنت من وين جبت هالحكي؟ رنا نحنا لازم نحكي ضروري. بدك تيجي لهون فوراً وتجاوبيني، ورح تحكي لي كل شي بدون لف ودوران. ما في شي نحكي بنوب. لأن بلا في، مستحيل وحدة تكذب وهي فاقدة الوعي بين الحياة والموت. رنا، أنت شو قصدك؟ تعرفي هي البنت اللي أنقذت حياتك؟ إليف هي اللي سمعتك عم تقولي اسمي طول الوقت، وبعدين قلتي يا إبراهيم صار عنا بنت. رنا شوفي، أنا هلأ انتهيت. شو الموضوع؟ إبراهيم عرف إنه صار عنا بنت. طيب مين خبره هالشي؟ أنا. فيكي تتخيلي إنه أنا اللي قلت؟ شو؟ شوفوا منيح يا أخي، قديش بيجيبوا هدول؟ يا أخي إدموا مهتريين كتير، والله لو بعرف ما كنت اجيت، خسرت اجرة الطريق على الفاضي. لك يا حبيبي لو مانن قديمين كنت بجيبك، معقولة يكونوا جداد وبيعوا؟ شوف هالصوب يا صدقني بينعمل من حديد هسكة قطار، ها؟ ما بعرف شو بدي اقلك. على كلين ليك نحن ما رح نختلف كتير، شوف هالغراض وشوف قديش بيجيبوا وما بنختلف. نحن رايحين من هون، يلا، هذا المكان ما عاد ينفعنا. الباب عم يندق، انت شوفه انه انا راجع لك. تفضلي اختي. شيخ يعطيني ايدك لبوسه. الله يكتر خيرك. اختي انت شو عم تعملي؟ لك اتركي ايدي، استغفر الله. كمال مين هي؟ هي مرتك؟ الله يكتر خيرك انت كمان. اختي بتعرفي لانك عم تديري بالك على جوزك، رب العالمين رح يعطيكي اعلى الدرجات بالجنه. شيخنا بس دعا دعوه واحده، وابني اللي صلى بالفرشة 3 شهور تعافى فورا، كل قرايبيني طار عقلهم وسألوني مين هالشيخ اللي عنده هالقوة الروحانية. ايه ايه كمال؟ ايه طبعا كمال، انا كمال حفيد الشيخ توفيق بكل عظمته، انا زوج منيح لعيلتي وبإذن الله شيخ نافع لكل الناس. بوسي لشوف. الله يرضى عليك يا بنتي، ما شاء الله ما شاء الله.
رنا، وين رايحة بهالحالة؟ أنا رح خبر أخوكي. اصحك، مرت أخي ما حدا رح يقدر يوقفني. أنا رايحة أوقف هديك البنت عند حدها. لا تعملي هيك، أنا رح فرجيها شو يعني تحشر أنفها بخصوصياتي. لا تعملي شي، خليكي تندمي بعدين. وليش لحتى أندم؟ هالبنت لساتها صغيرة، بعدين هي أنقذت لك حياتك. قلتي لي أنقذت لي حياتي؟ لك دمرت حياتي لما نقلت هداك الحكي. لا تعمليها، بعدين بتكبر القصة إذا أخوك عرف. مرت أخي أنا مرة واعي، بدي روح أسأل أخي يعني؟ هديك البنت قللت أدب واحترام إلي ورح تدفع ثمن هالشي. رنا، ألو، خير إنجي؟ شوفي قدرة تسمعني، تعال فوراً على البيت وعمل أي شي. رنا بدها تروح. لوين رايحة؟ لعند بنتها. شو قصدك بهالحكي؟ وقت كانت رنا فاقدة وعيها صارت تهزي بشغلات وقايلة إنه عندها بنت، والبنت راحت وخبرت إبراهيم. رنا كتير معصبة مو مبين شو رح تعمل. تعال وعمل أي شي. وإنتي شو عم تعملي؟ ها؟ يلا روح الحقيقة ولا تخليها تحكي أي شي. إبراهيم إذا عرف بأي شي ما رح نقدر نوقفه، وخايف إنهم يتقابلوا ويتفاهموا على كل شي. ما لازم تقله إنه ولدت بنوب، شو ما صار ما لازم تقله. أهلين وسهلين. يعطيك العافية. حابب أعرف معلومات عن هالجمعية، يعني شو هي نشاطاتكم وشو بتعملوا هون؟ هاي الجمعية للطلاب، على الأغلب حضرتك طالب؟ إيه أنا كمان طالب. إيه معناها فيك تعبي هاي الاستمارة وهيك منسجل الطلاب. إيه وطبعاً بدنا شوية وراق ثبوتية، بس هديك الوراق شكلية، أنت فيك تجيبهم بعدين. في عندكم سكن كمان؟ السكن بس خاص للبنات. فهمت. عطوني اسم شاب هون. ضياء. ايه هو من مؤسسي الجمعية. هلأ كمليت. عفواً؟ ولا شي، قلت يا ريت لو صح لي اتعرف عليه بس. اها، بعطلة الأسبوع في عشاء تعارف وهذا الإعلان. ألو سهام. عزيز حبيبي لا تؤاخذني، يمكن يكون عندك شغل، بس أنا ماني قدراني أقرر. شو؟ صرت شايفة 10 صالات مشان الخطبة بس ما عجبتني ولا واحدة منهم. شو رأيك ندور مع بعض؟ سهام ما في داعي تدوري. ليه؟ لأنه لقيت مكان كتير حلو مقابيل البوسفور للخطبة. يا الله عزيز. ايه ماشي لك، يلا بشوفك. رنا خلينا نرجع على البيت، انا شايفه اعصابك كتير تعبانه. بعدين شو قال لك الدكتور؟ لازم ترتاحي، ما توقفي على رجليكي. كيف بدك يعني ارتاح بعد اللي صار؟ تركني وراح وبعد كل هالسنين راجع بده يحاسبني. ليكي بعصبيتك هي احتمال تحكي شي غلط، اصلا بالزور لخلصتي منه. برايي لا عاد تعطي وش لهالزلمه. اصلا اذا بسكت وقتها رح يضل يلاحقني. يعني بدك تحكي له كل شي؟ معناها هذا السكن الجديد انتم مبسوطين فيه؟ ما في مشاكل والبنات تعودوا. اساسا هذه اللي بدنا اياها. في اجتماع اخر الاسبوع، ليش طلبت تشوفيني اليوم؟ قلت اكيد حابب تعرف هالخبر، ابنك اجى امبارح بالليل. وشو مشكلته؟ عم يلحق البنت، وغير هيك تخانق هو وضياء وصاروا يتضاربوا كمان. قال كان جاي يتشكر البنت باسم الست رنا، بس شكله غار كتير لما شاف ضياء هون. آسفة، يمكن كنت تجاوزت حدودي شوي،
بس حبيت خبرك مشان ما يصير شي بعدين. لا بالعكس، منيح اللي خبرتيني. وإمتى ما إجا لهون بتخلي عيونك عليه؟ ماشي. طيب البنت شو عم تقول بخصوص عزيز؟ يعني هي عم تعطيه اهتمام شي؟ عم تقول مو هاممة، وكل ما بيجي بتقلعه، وهداك اليوم ضربته كف. خلص بكفي هالقد، صار فيك تروحي. استني خليكي لحظة هون. شو جايبون لهون؟ مو هي الست رنا؟ بسرعة روحي الحقيقة. جبت الكاميرا؟ ضياء جاب لي اياها. ماشي كتير منيح، انا بدي اعرف كل شيء، ليش جايين وشو عم يحكوا. ماشي يلا روحي بسرعة. ماشي. انتبهي. تفضلوا. بدي اشوف إليف. طيب حضرتك شو بتقربيها؟ لو سمحتي ناديلا، بس قولي لها رنا كراي. حضرتك يلي لو سمحتي استعجلي. ماشي ماشي. إليف، الست رنا هون. قلتي الست رنا؟ ايه، واقفه على الباب وبدها تشوفك. اكيد جاي لعندك مشان تتشكرك. يلا يا بنتي يلا، لا تتاخري عليها. والشوفير معه، البسي لك شي. انت عم تغلطي كتير بمواجهتك لهالبنت. اهلا وسهلا. في شي مكان نقدر نحكي فيه؟ تفضلوا لجوا بتاخدوا راحتكم. تفضلوا. اجت مديرتنا لهون، وين راحت؟ فاتت لجوا. لا تحوصي حواليهم، بدها تحكي مع إليف لحالها. لا تاكلي هم، انا اصلا طالعة عجنانة. يلا لشوف. من امبارح عم حاول لاقي جواب لسؤال محيرني. ليش هالبنت بالذات؟ قديش في طلاب بالجامعة تبعنا ما بيطلع لي غيرك؟ سألت حالي هالسؤال كمان، بس ما لقيت جواب.
يعني القدر؟ خلينا نقول القدر، أو نقول الصدفة، أو شو ما كان، بس بالآخير أثبتي لي إنه ممكن تصيري دكتورة. لا أبداً، ما كان هيك قصدي بالمرة. بس هذا يلي صار. أنتي ساعدتي معاونة رئيس الجامعة وقطبتي له الجرحة. لو سمحتي، أنا ما بفكر بهالطريقة. بس أنا بفكر هيك. أنتي معي وأنا الغلطان. أثبتي جدارتك، فيك تصيري دكتورة. بس أنتي ناقصك الأخلاق. بتعرفي ليش هيك عم قول؟ لأنه أول قاعدة أساسية بالطب عدم إفشاء سر المريض لو شو ما صار. بس حضرتك شو عملتي؟ سمعتي الحكي اللي كانت عم تقوله مريضة مصابة وفاقدة وعية، وفوراً رحتي ونقلتي لحدا تاني. أنتي ما فكرتي أبداً؟ وما سألتي حالك إنه هالمرة ما بدها هالحكي يطلع؟ أنتي تسببتي بمشكلة. لا بصراحة، صدقيني أنا ما قلت هيك شي لأي حدا. معناها إبراهيم من وين عرف؟ بعدين أنا كيف آيلة رح يصير عنا بنت؟ أنا سمعتك قلتي هاد الشي. أنتي سمعتي هالشي وفوراً خبرتي إبراهيم، وهلأ الكل عم يلاحقوها لرنا. يا ترى رنا وإبراهيم صار عندهم بنت؟ أنا بعتذر منك. الاعتذار ما بيكفي يا خانم، وهلأ بدك تروحي معي فوراً. رنا، شو بدك تساوي؟ أنا بدي ريح الكل من هالفضول، وراح حط نهاية لهالمسخرة. ثلاثتنا رح نتواجه. هدول شو عم يعملوا؟ شو لوين رايحين؟ قدرت تصوري شيء؟ بس تتفرج رح تعرف. والله العظيم يا اخي كنا قاعدين بامان الله وما احلانا. بعدين شو اللي صار؟ ما لقينا لك ياهم، اللي قاموا وصاروا يتخانقوا. انا صرت بعدهم عن بعض، بس ما قدرت. والله ما طلع لي شيء. شو عم طيب هيك صار بس حقنا على البنوك بس لا فوقها كمان انا اللي تبدلت هدول الاثنين عايشين ورا حدا. Mujrim gibi var.
اشتكي بالي ما تترم مجرم جيبك تكشى اشتكي بالي ما بنتي بتكون أجمل وأرق وأطهر بنت بالدنيا، وبتدفع عمرك كرمال نظرة منها، ولا بسمة شفايفها بتخلي الشتاء يصير ربيع. يا ريت لو كل الناس ما تحكي وخلي كل الدنيا تسكت. أنت حكيت لها كل شي وفشيت السر؟ ليكي أنا أعطيت كلمة وأنا رح ضل عند كلمتي لحتى أموت. شفتي الحقير اللي معها؟ بيضل يحوم حواليها. أنا بعرف هالشكيلات كتير منيح، هدول جماعة وسخين، بس شغلتهم يصيدوا بهالبنات، شغلتهم يوقعوا البنات المساكين اللي جايين من الضياع. لا لا تقلق عليها، ما رح يصير شي لهالبنت. ست لطيفة تعوا ساعدوني، المرة رح تموت. يا ويلي شو صار لها ست لطيفة؟ أنا اجيت لحتى شق عليها بس فجأة داخت وما بعرف شو صار لها، وما عاد قدرت تتنفس واخترت شو ساوي. لحظة، جوزي بالبيت، رح نجهز السيارة ونقلها على المشفى. Dalımdansa savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa dünya bir yangına dönse kavursa bile dimdik dursa Elif gibi hayatım kördüm açmaz olsa bile gönlümün kuşları uçmaz olsa Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa Elif gibi Ağlasam gizli gizli kimse görmese beni Derdimi sırrımı kimse bilmese Kar denen misali bu sebebi halimin